السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل الليمون السريع. حلة على النار فيها مية، هنسقط فيها 2 كيلو ليمون لحد ما يغلي. هيغلي 10 دقايق، مجرد ما تبدأ الليمونة تفتح كده يبقى هو كده تمام معانا. منزودش عن 10 دقايق عشان ما يتهريش. زي ما انتوا شايفين يا جماعة اهو بدأ يفتح معايا الليمون، هنطلعه بقى في مية عادية من الحنفية نصفيه بقى. دي مية عادية من الحنفية، نصفي بقى الليمون فيها. زي ما انتوا شايفين يا جماعة كده نصفي كمية الليمون في مية عادية من الحنفية، وهنسيب بقى الليمون لمدة 2 يوم نغير عليه المية. انا سبت الليمون ده بقى 2 يوم في المية، بغير له المية من وقت للتاني عليه عشان المرارة اللي فيه. ده شكل الليمون معانا بقى في المية اهو. المية بقى بتاعة الليمون دي هنتخلص منها، مش هعمل بيها حاجة. بلاش يا جماعة تخللوا بيها، لان بتبقى واخدة المرارة بتاع الليمون كلها يعني. خلاص ده شكل الليمون بعد ما قعد 2 يوم في المية. ما تنسوش يا جماعة من وقت للتاني تغيروا المية عليه. خلاص بقى نبدأ نعبيه في البرطمانات. والميه يا جماعه اللي انا هحدق بيها الليمون، انا ميه غلياها وسبتها لحد ما تبرد خالص. ويا ريت يا جماعه تعقموا البرطمانات بميه دافيه كده. ده 1/4 كيلو شطه بقى انا جايباه، هعمله مع 2 كيلو ليمون. زي ما انتوا شايفين كده بحط طبقه ليمون وطبقه شطه، وهكمل بقى الباقي ليمون عادي لحد بقى ما املى البرطمان. بس حاولوا يا جماعة يعني تملوا البرطمان كويس، ما يبقاش فيه فراغات يعني. ده اول برطمان. ده البرطمان التاني بقى هنكمل كمية الليمون بالشطة في قلبه يعني. دي بقيت كمية الليمون اهي، نحط بقية كمية الشطة عليها وبعدين نكمل ببقية الليمون عادي. خلاص كده احنا عبينا البرطمانات بالليمون والشط. هنجيب بقى ده 1.5 لتر مية، خد معايا 6 معالق ملح كبار. وانتوا برضو يا جماعة قلبوا الملح في المية ودوقوا برضو الحوض. لو عايز تاني حطوا معلقة، دول معلقتين هرسة شطة. دي شطة حمراء انا جايباها وفرماها بالبذر بتاعها، حطيتها على 1.5 لتر مية و6 معالق ملح كبار، وهقلبهم بقى مع بعض. وهنزل بمعلقتين خل كبار. ما تخافوش يا جماعة من الخل، ما بيهريش الليمون ولا حاجة يعني، بالعكس ده زي مادة حافظة ليه. وهحط 1/4 معلقة سكر. السكر والخل بيحافظ على الحاجة يعني. نقلب بقى المكونات مع بعض ونبدأ بقى ايه نصبها على الليمون كده. لحد بقى ما نملى البرطمانات بالمحلول بتاع الملح ده. هنبدأ بقى نحط شوية زيت على وش البرطمان عشان ما يحصلش طبقة عفونة على وش البرطمان. ونجيب بقى كيس يا جماعة من اللي هو كيس التلاجة العادي ده، نحطه على وش البرطمان كده ونبدأ نقفل الغطا بيه عشان بس ما يدخلش اي هوا للمخلل بتاعنا، يحصل عفن ولا حاجة يعني.
ده اول برطمان معانا. هنعمل بقى البرطمان التاني برضو بنفس الطريقة، ونحتاجته مية يا جماعة عادي، اعملوا مية بملح تاني من جديد يعني الكمية اللي انتوا هتحتاجوها. بس انا اللتر ونص ظبطوا معايا البرطمانين بصراحة. نفس الطريقة برضه، هنحط شوية زيت على وش البرطمان، ونجيب كيس تلاجة ونقفل البرطمان كويس بيه. الليمون ده يا جماعة هيقعد اسبوع بالكتير قوي، ونفتح عليه هيبقى كويس، بلاش تفتحه قبل كده يعني. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دي شكل البرطمانات معانا بعد ما خلصت. وان شاء الله يا جماعة لو عايزين اي حاجة اكتبولي في التعليقات ونعملها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.